السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة بتتكلم عن تفسير رؤية القمح في المنام للمتزوجة وللعزباء وللمرأة الحامل. ونبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. تفسير رؤية القمح في المنام للعزباء: إنه دليل على إنها على الخير التي سوف تحصل عليه صاحبة الحلم، أيضا دليل على إنها ستحقق أمنياتها التي تتمناها. إذا رأت الفتاة قمح جيد خالي من أي عيوب مثل السوس، فهذا يدل على نجاحها أو إنها سوف تتزوج عن قريب، والله أعلى وأعلم. وتفسير رؤية القمح للمتزوجة: إذا رأت المتزوجة إنها تحمل كيسا منه فهذا دليل على إن أبنائها سوف يكونوا من أحسن حال وإنهم حالهم صالح. إذا حلمت المرأة إنها وجدت حبوب ولكنها ذات لون أسود، فهذا مؤشر لها أو وسيلة كي تتعرف من خلالها إنه يجب أن تكون أكثر معرفة وتقرب من بيتها ومن أبنائها. وإذا حلمت المرأة إنها تشاهد حبة فقط من القمح، فهذا دليل على حملها القريب، والله أعلى وأعلم. وتفسير أيضا رؤية القمح في المنام للحامل: إذا حلمت الحامل بوجود الكثير من حبيبات القمح حولها، فهذا بشرة خير بأنها سوف تلد جنينا ذات صحة جيدة، كما أنها سوف تقوم بالسلامة. إذا حلمت المرأة الحامل بأنها تقوم بإعداد هذه الحبوب، فهذا دليل على أنها ستلد في وقت قريب. من الممكن أيضا أن يكون حلم الحامل حبيبات القمح له علاقة بعدد شهور الحمل الباقية له. وتفسير رؤية القمح في الحلم للشاب أو للرجل: إذا كان الشاب قد حلم بأنه يمتلك الكثير من حبيبات القمح، فهذا له دلالة على الخير، حيث أنه سوف يمتلك الكثير من المال. إذا حلم الشاب أو الرجل أن الحبيبات تزال من بين يديه، فهذا دليل على أنه يبذل وينفق الكثير من المال. إذا حلم الرجل أنه حامل كيس من القمح، فهذا دليل على أنه متحمل للمسؤولية، وهذه المسؤولية سوف تكون له خير. وتفسير سنابل القمح في المنام: أما عن تفسير سنابل القمح في المنام، فيمكن القول إن هذه السنابل لها دلالة على السنين، أو إن كل سنة منها هي سنة مليئة بالفرح والسعادة، وبهذا فإنها بشرة خير وفرح لصاحب الحلم، والله أعلى وأعلم. وتفسير رؤية حصاد القمح في المنام: تفسير رؤية حصاد القمح في المنام فهو له دلالة على بشرة خير، حيث يعني السفر إلى مكان يزيد أو يعمل في مكان مرموق أو تحقيق بعض الأهداف التي يريدها أو النجاح في الدراسة، فهو عامة يعني تحقيق حلم ينتظر الفرد أي كان، والله أعلى وأعلم. وتفسير حلم القمح الأخضر أو الأصفر: تفسير حلم القمح الأخضر أو الأصفر فيمكن القول عندما تكون الحبوب جيدة، فهذا دليل على خير وتحقيق ما يتمناه الفرد، وهذا في حالة القمح الأخضر. أما في حالة حبيبات القمح الأصفر، فهذا دليل على المال الكثير والرزق والأرباح الحلال التي سوف ينالها الفرد، والله أعلى وأعلم. وتفسير رؤية القمح في المنام: رؤية حقول من القمح فهو بشرى جيدة لصاحب الحلم، وهذا في حالة إذا كان الحبوب خضراء أم صفراء، فهذا يدل على نجاحه المادي والمعنوي وأيضا مستقبله المشرك السعيد، والله أعلى وأعلم. عندما يرى صاحب الحلم الحصاد، فهذا دليل أيضا على تحقيق أمنياته وأهدافه التي ينتظرها. إذا رأى أحدهما أنه حول حصاد كثيرا، فهذا يدل على نجاحه سواء كان في العمل أو الدراسة أو حصوله على المال الكثير أو أنه سوف يتزوج عن قريب. إذا رأى أحدهما أنه يقوم بنظافة القمح من السوس والحشرات، فهذا دليل على أنه سوف يتوب بعد أن ارتكب العديد من المعاصي، كما أنه سوف يبتعد عن أصدقاء السوء، كما إن أموره سوف تكون صالحة وسوف يهدي الله إلى الطريق المستقيم، والله أعلى وأعلم. إذا رأى أحدهما أنه يغتسل الحبيبات، فهذا دليل على طهارة نفسه أو طهارة ماله. إذا رأى أحدهما أن الحقل الخاص به قد تم إتلافه، فهذا رسالة له كي يحافظ على مواردهم وماله الذي يدخره والتي يمكن أن خلالها النجاح في أزمات حياته. وحلم القمح له دلالات على الرزق الوفير والحلال،
إذا رأى أحدهم أنه يقوم بشرائه فهذا له دلالة على كثرة أولاده وماله، أما إذا رأى أحدهم أنه يزرع قمح فهذا يدل على رضا الله عليه، إذا رأى أحدهم أنه يمتلك سنابل فهذا دليل على أنه سوف يرث مالا. دي تكون نهاية حلقتنا النهاردة عن تفسير رؤية القمح في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من تفسير الأحلام.